ما بين جنة الأمل ونار الفقد. تترقب آلاف العوائل في العراق الكشف عن مصير أبنائها المغيبين منذ سنوات طويلة، بينما يحيي العالم في 30 من آب كل عام يومهم الدولي. يحتل العراق صدارة الدول في أعداد المغيبين بحسب بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تتشابه قصص المغيبين وإن اختلفت أعوام وظروف تغييبهم، ففي كل مرحلة من مراحل الصراع تفقد عائلات أفرادا من دون معرفة مصائرهم، بدءا من الانفلات الأمني عقب احتلال العراق، مرورا بصدام الطائفي في 2006، ثم سيطرة الإرهاب على أجزاء من البلاد في 2014، بعدها العمليات العسكرية لتحرير المدن والتي انتهت في 2017 وصولا إلى احتجاجات تشرين الممتدة من بغداد نحو الوسط والجنوب في 2019. تقدر إحصائية اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد المغيبين قسرا في العراق منذ عام 1968 بمليون شخص، فيما تؤكد اللجنة الدولية في آخر بياناتها استلام أكثر من 1500 طلب بالبحث عن أشخاص جرى الإبلاغ عن فقدانهم من عوائلهم نهاية العام الماضي. استطاعت اللجنة الدولية إيضاح مصير 361 منهم، فيما تطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية تطالب الحكومة بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير المغيبين والمخفيين والوصول إلى أماكن احتجازهم. تدعو جهات سياسية في البلاد مجلس النواب إلى تشريع قانون يجرم الإخفاء القسري ويحاسب مرتكبيه وتعويض المتضررين منه. مأساة الإخفاء القسري في العراق ملف يستعصي على الحل، فالمتهمون بعملية التغييب بحسب ناشطينهم جهات متنفذة، ورغم ضآلة الأمل بعد كل هذه السنوات ما زالت الأمهات تلهم حنظل الصبر وتمني النفس بعودة طال انتظارها، بينما تبحث في جنبات الأخبار التي تتقاطر كل ثانية عن رائحة للفرج.